بشرعية مفقودة في الشارع ومهزوزة تحت قبة البرلمان، خرجت إلى العلن الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب. 63 صوتا من أصل 84 صوتا حضروا جلسة التصويت على الثقة، هم من أيدوا دياب ورفاقه. الموافقون هم أعضاء كتل حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، موافقة لم تكن مرضية للشارع الذي وقف رافضا لهذه الحكومة التي أكد أنها لا تمثل مطالب الحراك، فضلا عن تبعيتها لحزب الله. اتهامات حاول رئيس الوزراء نفيها قبل أن يعود بنفسه لتأكيدها عبر الإشارة إلى أن تشكيلته الوليدة غير مسيسة، وإن كان لوزرائها ميول سياسية. هذه الحكومة هي السلطة التنفيذية، لكنها حكومة غير مسيسة، وإن كان لبعض وزرائها هوى سياسيا. الرفض الشعبي اقترن بآخر سياسيا بعدما توافقت الأحزاب جميعها على أن هكذا حكومة لن تنجح ما دامت مربوطة بحبل سري مع الحزب الموالي لإيران. نحن ما بنتوقع أنه يكون في أي دعم دولي وأي دعم عربي لهذه الحكومة، وهذا يلي كنا عم نحذر منه من أول نهار، أنه أي حكومة اليوم هي تابعة بشكل مباشر أو غير مباشر لإرادة حزب الله لن تتمكن من نيل أي دعم دولي أو عربي. لا نجاة للبنان إذا ما دام حزب الله دولة داخل الدولة، حقيقة بحت حناجر اللبنانيين في ترديدها، بيد أن الممسكين بزمام الأمور لا يسمعون إلا تلك الأصوات الآتية من قم ومن طهران.